قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، فما أنه واجب على كل مسلم عاقل فإن له خصوصية. هذه العبادة لها خصوصية من سائر العبادات، لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، لا يطلع عليه ولا يعرفه أحد سواه، إضافة إلى ما فيه من الفوائد الدينية والدنيوية والمميزات الكبيرة الحسية والمعنوية التي يثمرها الصيام على العبد المؤمن. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولذلك إذا كان، لو قال لك مثلا الأمير أو الملك أو الرئيس، قال أوزع جوائز على الناس ثم قال لبعضهم: فلان جائزتك عندي، فهذه فيها مزية وزيادة بأنه سيعطيه أكثر مما يعطي ما أعطى غيره من الجوائز. فالله عز وجل أعظم وأجل عطاء، يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشر أمثالها، يعني في غير الصيام الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه سر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله تبارك وتعالى. والصوم لا يدخله الرياء، لأن الصائم بإمكانه في أي مكان أن يأكل ولا يراه الناس، ولكنه خوفاً من الله تبارك وتعالى ومراعاةً له ولأوامره، فإنه لا يمكن أن يفطر، لأنه يعلم أن الله عز وجل يراه ومطلع عليه. فإذا الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على بعض المفطرات الظاهرة، أما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده تبارك وتعالى، فهو أمر لا يطلع عليه البشر